ثلج ونار وحر وبرد، الجوزاء وتوافقه مع كل الأبراج. في حلقة التوافق، السلسلة اللي احنا ماشيين فيها دي، الحلقات بتبقى طويلة شوية، طويلة لأنها لازم تكون طويلة. الحلقات دي من الحلقات اللي بيبقى فيها كمية إفادة كبيرة قوي، لأننا كلنا محتاجينها. هي عبارة عن إيش أنت برجك إيه، وبتعرفك إزاي أنت هتتعامل مع كل الناس. ما بنتكلمش في حلقات التوافق عن الارتباط العاطفي بس، احنا بنتكلم عن التوافق أيا كان، صداقة، صحوبية، زمالة، حتى لو اتنين من نفس الجنس، يعني بنت مع بنت أو ولد مع ولد. في البداية خلوني أرحب بأجمل ناس في الدنيا النهاردة، حلقة يوم الجوزاء، الطلب المعتاد. دوسوا لايك رجاء، خلينا كلنا نتجمع ونشارك بعض، وخلينا كلنا كمان نشوف الحلقة ومحدش يضيع عليه الحلقة. انتوا عارفين ان اجمل حاجة ان انا اتعرف عليكم من خلال تعليقاتكم، وانا كمان بقرا معظم تعليقاتكم ان ما كانش كلها. واللي نسي ان هو يتابعني على الانستجرام، انا مثبت في اول تعليق رابط الانستجرام، وتعالوا بينا نبتدي جوزاء مع حمل. الجوزاء مع برج الحمل، انا دايما بشوف العلاقة دي، وهي فعلا علاقة تعتبر من العلاقات الناجحة. رغم ان رتم الحياة سريع جدا، هواء مع نار، رتم حياة سريع، النار بتعمل، الهواء بيعمل ايه في النار؟ بيزودها. يعني الهواء لما بيخش على النار بيعمل ايه؟ بيزود سرعتها وبيزود حدتها، وبيخليها ان هي تتوهج اكتر وتعلو اكتر وتنتشر اكتر وتظهر اكتر. والحمل عايز كده، برج الحمل عايز كده، وبرج الجوزاء بيعرف يعمل كده مع برج الحمل. يعني ايه الكلام ده بالشكل العملي؟ الجوزاء بيعرف ان هو يحسس برج الحمل بقيمته، والحمل بيعرف ان هو يدلع برج الجوزاء، والجوزاء بيعرف ان هو يعني يبسط برج الحمل ويدخل البهجة والإيجابية والتفاؤل والمرح في حياته، والحمل بدوره بيعرف يعمل كده. اذا بتلاقي الاتنين دول مع بعض من انجح العلاقات، من انجح العلاقات. اللهم الا يعني طبعا احنا في التوافق بنركز على الاشياء اللي ممكن تكون سلبية بين اي برجين، عشان انت تخلي بالك منها وتزود التوافق، او تحاول ان انت ما تتعرضش ليها في علاقتك بعد كده. حتة يا برج الحمل مع برج الجوزاء، ما تحاولش تسيطر عليه قوي، هو انت هتدي له مساحته كده كده، بس ما تحاولش ان انت تخنقه، لان هو برج بيحب المساحة. ولكن هي علاقة يعني بشكل عام، التوافق من افضل التوافق، الحمل مع الجوزاء ايا كانت الاطراف. وانا برج الحمل وعن نفسي بنجذب جدا لاي حد برج الجوزاء، رجل او امرأة، بحب خفة دمهم وايجابيتهم وذكائهم وحاجات كتيرة اوي، وجاذبيتهم واناقتهم حاجات كتيرة اوي. بصراحة التوافق ما فيهوش يعني سلبيات كتير نقدر ان احنا نتكلم عنها. هما الاتنين حتى بيعرفوا ان هما يتعاملوا مع بعض، وبيمتصوا الاتنين بعض حتى لو في حالة غضب. هو برضه من ممكن من مشاكلهم الغضب السريع او العصبية السريعة، ان هما بيتعصبوا بسرعة. الجوزاء بيكسر روتين الحمل، بيكسر الروتين اللي الحمل ما بيحبوش. الحمل والجوزاء الاتنين متمردين، ومن اكتر الابراج المتمردة على قواعد الروتين، فده بيلاقي في ده كسر للروتين، وده بيلاقي في ده كسر للروتين. عشان كده هي علاقة بنقول عليها علاقة لذيذة يعني بين البرجين دول. اما برج الجوزاء مع برج الثور، قلنا احنا في الحلقه اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن توافق برج الثور مع باقي الابراج، العلاقه دي بتحتاج مجهود، العلاقه دي بتحتاج مجهود. هي على الورق صعبه، يعني على الورق وعلى الصفات اللي احنا عارفينها عن ده وده، والتوافق صعب جدا، من اكتر الابراج اللي العلاقه بينهم صعبه. الا دايما بقول لو في حب كبير، بتلاقي في طرف بيتنازل، بتلاقي في طرف بيحاول يتقبل طباع الطرف الاخر. وان كنت انا شايف ان الموضوع لازم يكون من الطرفين، ده يتنازل شويه وده يتنازل شويه، مفيش حد هيستحمل انه يكون هو اللي بيتنازل على طول. المشكله دايما اللي بيقع فيها برج ترابي مع برج هوائي، ولا سيما الثور مع الجوزاء، هي ان الثور زي ما بنقول عايز يعني يقيد ويحجم الجوزاء، والجوزاء عايز مساحات. دايما نصيحة لأي حد بيرتبط مع برج الجوزاء، ما تخنقوش، لأن دي أكتر حاجة ممكن تخلي البرج ده يعني ينفر منك، يعني يهرب منك. لا، يديله مساحته على قد ما تقدر، ومش في الغلط برضه، بس ما تبقاش كابس على نفسه قوي. برج الثور من غير ما ياخد باله ممكن يعمل كده مع برج الجوزاء، فيزهقه فيخلي باله بس من الحتة دي. وبعدين برج الثور ممكن يشوف برج الجوزاء مجنون، ده من وجهة نظره، يعني
يعني يقول له انت مجنون، انت بتعمل حركات اوفر، انت بتتنطط زيادة، انت رتم حياتك سريع. ده اللي بيبدأ يدور في عقل برج الثور عن برج الجوزاء، فيخلوا بالهم من النقاط دي ويحاولوا ان هم يتقبلوها ويتعودوا على بعض. اما برج الثور مع برج السرطان، برج الجوزاء مع برج السرطان، فأيضا هي علاقة من العلاقات المتعبة حرفيا. الجوزاء مطنشات ساعات بصراحة بقى، ما احنا مش هنقول لكم مميزاتكم ولما نيجي نقول عيوبكم تزعلوا، لا احنا لازم نقول ده وده عشان نفهم شخصيتنا ونعرف ان احنا نتعامل. الجوزاء مش على طول هيهتم بيك، هو ساعات هتلاقيه مهتم بيك قوي وساعات هتلاقيه ونسيك، ناس ان هو مرتبط بيك او ان هو مصاحبك او ان هو يعرفك. هل ده ينفع مع برج السرطان؟ استحالة. اللي عارف شخصية برج السرطان واصحاب شخصية برج السرطان او السرطان نفسهم عارفين ان الكلام ده ما ينفعش. هتتعامل مع برج السرطان بالنهج ده مش هينفع. كمان الجوزاء ممكن يجرح برج السرطان وهو مش واخد باله، وكمان السرطان من هم ممكن ينفعوا اصدقاء، يعني ممكن ينفعوا اصدقاء اكتر منهم ارتباط عاطفي. الجوزاء بيتكلم وممكن يسمع، يعني يفضفض مع برج السرطان، والسرطان بيحب لما يكون قريب من حد يحكي له، ولكن ارتباط عاطفي الدنيا بتبقى صعبة شوية، الدنيا بتبقى صعبة شوية، لأن السرطان مش هيلاقي الاهتمام أبدا اللي هو عايزه من برج الجوزاء، فلازم يتقبله في النقطة دي لو حب بقى ان هو يكمل معاه. أما برج الجوزاء مع برج الأسد فهي علاقة ناجحة جدا 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 أيا كانت الأطراف. الجوزاء زي ما بيعمل كده مع برج الحمل بيعرف يحسس الملك او الملكة بقيمتها، بيعرف يخلي الملك ده يحس ان هو يجلس على عرشه، وبيعرف لو هو رجل جوزاء بيعرف يحسس البرنسس انثى برج الاسد انها ملكة متواجدة وهي ده اللي هو عايزها، يعني هي ده او هو ده اللي انثى الاسد عايزاه وهو ده برضه اللي رجل الاسد عايزه. والجوزاء متمكن جدا جدا لأبعد مما تتخيلوا في حاجة زي كده. يحبوا طريقة بعض، ولا سيما الأسد يحب أوي طريقة برج الجوزاء، وتلاقي في انجذاب عالي أوي بين البرجين دول بسرعة البرق، ما بيطولش، يعني الانجذاب بين البرجين ده ما بياخدش مراحل طويلة أوي، هما الاتنين بينجذبوا لبعض وبيتأقلموا وبيتعودوا على بعض بسرعة. والجوزاء كمان بيكسر لبرج الأسد الروتين بتاعه، وبيشوف في برج الأسد يعني الجوزاء دايما يلفت انتباهه الحاجة اللي هي المختلفة المميزة اللي متوهجة اللي واخدة بريق عن غيرها اللي هي لامعة في وسط غيرها، وبيلاقي ده في برج الأسد، بيلاقي ده في برج الأسد. بينما برج الجوزاء مع برج العذراء مشكلة أزلية بين البرجين دول. العذراء يعني دايما دايما أو غالبا، بلاش دايما عشان بنقول لكل قاعدة استثناء، يشوف الجوزاء مجنون زي برج الثور ما بيشوفه كده، والجوزاء يشوف العذراء ممل. بتكلم عن وجهة نظر كل برج للطرف الآخر، هو ده اللي بيحصل بينهم عشان نبقى عارفين ما نضحكش على بعض. يعني ما العذراء بينتقد، ما العذراء مش بتاع تنطيط، العذراء ثابت الطباع، ده برج ترابي. والجوزاء العكس، الجوزاء بيزوق الكلام، يعرف يزوق الكلام وعنده هو سياسي، يعني يعرف ان هو يختار كلامه ويعرف ان هو يديك كلام معسول ويعرف ان هو يحسسك بقيمتك، انما العذراء صريح في الوش. يعني الجوزاء ممكن ينتقدك بشكل ذكي، العذراء بينتقدك بصراحة، هو ده مبدأه. العذراء رتم حياة هادي جدا وبطيء جدا، الجوزاء سريع جدا. تمام، طيب ازاي يلتقوا؟ مش صعبة؟ صعبة، ولكن لو بنحب بعض وحابين ان احنا نكمل مع بعض هنتقبل صفات بعض، وده يتنازل شوية وده يتنازل شوية. اذا الدنيا وحابين ان احنا نكمل مع بعض هنتقبل صفات بعض، وده يتنازل شوية وده يتنازل شوية. اذا الدنيا من هنا تمشي بين البرجين دول. ممكن كمان تحس يعني برج العذراء دائما من الابراج اللي ليها مبادئ ثابتة بيحب ان هو يمشي عليها، برج الجوزاء لا براحته على حسب ما هو شايف الامر يستدعي ايه. على هو برج مرن،
الجوزاء مرن جدا جدا، العذراء ما عندوش حتة المرونة دي، ومن هنا ممكن يحصل الصدام. فاحنا لما نفهم كل طرف فيهم يفهم طباع الطرف الاخر يبدأ ان هو يتقبلها، اذا نقدر نقول التوافق يمشي. ولكن التوافق بشكل عام لا، بين البرجين دول ما هواش عالي قوي يعني، او ما هواش بيكون التوافق المرجو يعني، الا بحاجات احنا بنبدأ نعملها ونشتغل على نفسنا. برج الجوزاء مع برج الميزان علاقة جميلة، علاقة جميلة. الجوزاء مع الميزان هوا مع هوا بقى، والاتنين على هوا بعض، والدنيا زي الفل، وطباع متشابهة، ده ذكي وده ذكي. بص، هما الاتنين زي ما احنا بنقول كده هيعرفوا ما يستغنوش عن بعض، يعني هيتعلقوا ببعض. او الجوزاء مع برج الميزان جاذبية عالية، أناقة عالية، الاتنين بيحبوا الخروجات، الاتنين بيحبوا الناس، الاتنين اجتماعيين، الاتنين سياسيين، الاتنين دمهم خفيف. خلاص خلص الموضوع بقى، تحس ان هما بسرعة البر كمان بينجذبوا لبعض، وكمان بيتأقلموا على طباع بعض، علاقة ناجحة جدا. وانا دايما بقول لكل قاعدة استثناءات، كل قاعدة في الدنيا مش بس علم الفلك او علم الابراج، ولكن اكتر من 95% من الابراج دي مع بعض العلاقة بينهم زي الفل. اللهم الا في ضغوطات حياة لازم بنتعرض ليها، ولكن احنا بنتكلم بقى على التوافق بشكل عام وعلى المدى الطويل بين البرجين دول. تعالوا بقى نشوف الجوزاء مع العقرب. صعوبة التوافق في العلاقة دي، العقرب ما يرضاش عن تصرفات برج الجوزاء. العقرب من الابراج اللي عندها انا وكبرياء عالي قوي قوي قوي، ومن الابراج العنيده، ومن الابراج اللي نقدر نقول عندها حب امتلاك من الدرجه الاولى، حب امتلاك بنسبه 1000000%. هل الطباع دي يعني احنا مع بعض كده، هل الطباع دي مع طباع برج الجوزاء اللي احنا عارفينها واللي احنا لسه قايلينها في الحلقه تمشي؟ هل السياسه بتاعت العقرب دي هتمشي مع برج الجوزاء؟ صعب الموضوع، بيكون صعب. مين اللي ممكن؟ العقرب مش هيتنازل، خلينا نكون يعني صراحة، العقرب مش بتاع تنازل. في ابراج كده ما بتتنازلش، منها برج العقرب وبرج الاسد، ومن غير ما نخش في تفاصيل يعني. هل الجوزاء يتنازل؟ هل الجوزاء يتقبل ديكتاتورية العقرب؟ العقرب ديكتاتوري، خلينا نكون صراحة، العقرب ديكتاتوري، ولا سيما في العلاقات العاطفية. وأنا مش عايز أقول ديكتاتوري يعني إن هو رأيه بس، ولكن يعني مش عارف أقولها لكم إزاي، ما بيقبلش إن أنت تتعامل معاه بتهميش، ما بيقبلش إن أنت تجادله ياما لو هو مقتنع برأيه، ما بيتنازلش شوية يعني. لو انتوا الاتنين بتهبوا على حاجة وانتوا الاتنين معاكم حق، مادام هو اعتقد ان هو معاه حق خلاص مش هيتنازل. فبلاش كلمة ديكتاتوري، بس نقدر نقول العقرب يعني من الابراج اللي صعب ان هي تتنازل شوية عن رأيها، او صعب ان هي تتنازل للطرف الاخر، او صعب بقى بالاحرى ان هي تخلي حد يمشي كلامه عليها، هي المشكلة هنا. والجوزاء زي هيبدأ يحس بخنقة، هيبدأ بيحس بتسلط من برج العقرب، لا هتلاقي الدنيا بدأت ان هي يعني في صدام بينهم. لو الجوزاء اللي بيسمعني دلوقتي مرتبط بعقرب وعنده قابلية عشان بيحبه يتقبله بالشكل ده، خلاص الدنيا ممكن تمشي. غير كده لا، هيبقى في مشاكل بينكم لو ما تقبلش الطرف الآخر الجوزاء. لا طيب، الجوزاء بقى مع برج القوس الناري، الاتنين دول دمهم زي الشربات، الاتنين دول الشعب كله بيحبهم، الدنيا كلها بتحبهم. صعب قوي ان هم يقعدوا مع حد، تلاقيهم مصاحبين طوب الارض، عارفين طوب الارض، تلاقيهم مصاحبين والناس تحب قعدتهم قوي، الجوزاء والقوس. فما بالكم حينما يلتقي الاتنين مع بعض، علاقة ناجحة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. رتم حياة سريع، حياة لذيذة، حياة كده فكاهية، حياة فيها مرح، الاتنين بيخرجوا بعض من أي دور اكتئاب. القوس بالذات بيبقى عامل إيجابي في حياة برج الجوزاء، بيكملوا، بيحس إن الحتة اللي ناقصاه لقاها مع برج القوس. ودايما بقول وهكرر تاني لكل قاعدة استثناءات، والحياة أبدا لا تخلو من المشاكل والضغوطات، ولكن التوافق بشكل عام بين البرجين دول توافق حلو أوي.
بينما برج الجوزاء مع برج الجدي نفس مشكلته مع برج العقرب نلاقيها مع برج الجدي بالظبط. تيبيكال في الموضوع ده اللي انا لسه قايله عن برج العقرب مع الجوزاء هو بالحرف اللي انا اقوله عن برج الجدي مع الجوزاء. حينما تلتقي مع واحد من الابراج اللي دايما بترى نفسها احق بزعامة الابراج من اي برج اخر، فانت لازم تمشي على كلامه وما تكسروش. برج الجدي عايز واحد زائد واحد يساوي اتنين، هل برج الجوزاء هيمشي كده؟ برج الجدي عايز اللي يمشي معاه يمشي في خط مستقيم، الجوزاء براحته، هنا شوية وهنا شوية، فوق شوية وتحت شوية، اهتم شوية، اقرب شوية، ابعد شوية. لا، مع الجدي ما ينفعش، ما ينفعش معانا السياسة بتاعت برج الجوزاء. فنفس الكلام، هتتقبل يا برج الجوزاء الجدي لانه من الابراج ايضا اللي مش بتاع التنازل، زيه زي العقرب، زي الاسد، زي الحمل، في ابراج كده معينه مش بتاع التنازل، يعني في اغلب الاحيان ما بتتنازلش، عايز الطرف الاخر هو اللي يتنازل. وانا ما بقولش ان دي حاجه كويسه على فكره يعني، بس انا بقول لك صفات الابراج دي غصب عنها يعني تكوينتها كده. اما برج الجوزاء مع برج الدلو علاقه ناجحه جدا، تقريبا زي علاقته مع برج الميزان. على فكره انا نسيت اقول الجوزاء مع الجوزاء، يعني نسيت اقول الجوزاء مع الجوزاء، هنقولها دلوقتي بعد برج الدلو. الجوزاء مع برج الدلو الهوائي علاقه جيده جدا، من انجح العلاقات. العلاقه دي الاتنين بقى بتلاقيهم مع بعض. بس الدلو بيعمل ايه؟ الدلو بيسيب الجوزاء براحته وبيديله مساحه، والجوزاء بيسيب الدلو براحته وبيديله مساحة، والاتنين زي يعني اجتماعيين زي طبيعة أي أبراج هوائية، اجتماعيين بيحبوا الحياة ما بيحبوش النكد، دماغ وذكاء وجاذبية وأناقة ولباقة، أنت عايز إيه أكتر من كده؟ الدنيا بينهم زي الفل. جوزاء مع جوزاء المشكلة في حتة يعني العصبية شوية، يعني العصبية شوية لو خلي بالهم، لو خلوا بالهم منها تبقى العلاقة بينهم زي الفل. بس هو ده النصيحة اللي أنا ممكن أقدر أقولها يعني للبرجين دول لو كانوا الاتنين جوزاء. بينما بقى جوزاء مع حوت صعب بكل المقاييس، صعب لأن الحوت زي السرطان كده يعني ممكن أشد منه. يعني الحوت عاطفي عايز اهتمام، عايزك معاه طول الوقت. الجوزاء مش بتاع الكلام ده، انا لسه بقول لكم في طباعه الجوزاء شويه معاك، شويه مع نفسه، شويه مش عارف مع صاحبه الفلاني، شويه مش عارف مع مين. الحوت لا، الحوت عايز اللي في حياته، ولا سيما هنا في المقام الاول عاطفي، عايزه يبقى موجود على طول، عايز اهتمام على طول، عايز كلام حلو على طول، مش عايز انتقاد، عايز كلام مزوق على طول. طيب الجوزاء بيعرف يزوق الكلام بس مش بيعرف يهتم على طول، او مش بيعرف. هو الجوزاء من الابراج اللي عايزه دايما لنفسها مساحه، اللي عايزه دايما لنفسها وقت. هو كده، هو طبيعته كده وتركيبته كده وصفاته كده، وما نقدرش نلومه، دي شخصيته وهو مفطور على كده. اسمه جوزاء، اسمه جوزاء، فاهم يعني ايه جوزاء؟ فالعلاقة ايضا مع برج الحوت ممكن يبقى فيها عملية جرح شوية، يعني لو الجوزاء يراعي الحوت والحوت يبدأ يتقبل الجوزاء. وان كنت بشوف العلاقة دي عن نفسي صعبة ومجهدة على الطرفين، ولكن دايما بقول ما دام في حب مفيش حاجة مستحيل. اتمنى الحلقة تكون افادتكم، اكتبوا لي ارائكم، انا بتعرف عليكم من خلال تعليقاتكم، وبقرا تقريبا معظمها ان ما كانش كلها. من اجمل الاشياء في حالات التوافق انها بتساعدنا بشكل كبير اوي ان احنا نفهم حياتها ونطورها.